الحقيقة اتفضل. إن أنا شايف إن إحنا نكون واقعيين أكتر، بمعنى وزراعة القطن طبقا للجدوى الاقتصادية كأي سلعة أخرى زي القمح وزي وإلى آخره. حاليا الجدوى الاقتصادية، لأنه يعني لو إحنا هنغطي احتياجاتنا من القطن محتاجين أكتر من 1,000,000 فدان. هل عندنا القدرة إلى زراعة 1,000,000 فدان حاليا؟ هي دي النظرة الحقيقية. النظرة الثانية إنه أنا بس ولا لا أنفي طبعا إنه القطن بتاعنا ممتاز عالميا، لكن إحنا كنا بننتج منه وبنصدر، ما بقيناش ننتج ونصدر، فالعيب فينا أساسا، لأن جزء كبير من الاستخدام كان استخدام محلي، سواء للسوق المحلي أو سواء للتصدير للخارج، ما بقيناش عندنا هذه القدرة، فلازم نكون واقعيين. النهاردة الطلب العالمي على الأقطان قصيرة الشيلة أو الغزول المتوسطة أو السميكة، فيجب أن يكون الزراعة عندنا في الغالب. ممكن طبعا أنا في رأيي برضو وموافق معاه أنه طبعا يعني ما نقدرش نلقي جانبا مميزات القطن المصري، لكن نبتدي تدريجيا نعيد قدرتنا على تصنيعه، لا بأس بذلك. لكن ما زرعش كله قطن طويل الشيلة وبقى نقعد عيط، لازم ازرع نسبه معينه من الاقطان طويله الشيله وابتدي تدريجيا انميها، وبعدين الكميه الاخرى تزرع من اقطان متوسطه الشيله او قصيره الشيله. تمام طيب.